السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ضمن البرامج الكويسة في موضوع التحليل بتاع الهيتنج والكولينج والسولار والحاجات ديت انسايت 360، هو بينزل في قلب الريفت بالشكل دوت بلف قائمة اناليسيس، لان ناس كتير بتدور عليه في الادنس، لا هو موجود في الاناليسيس. بقول له انا عايز اعمل جنريت انسايت، فهو بيبدأ يعمل جنريت انسايت، بيقول لك ايه اول ما يخلص هبعت لك ايميل. طيب تعال نشوف الايميل اللي وصل. الايميل اهوت بيقول لك يا فلان الفلاني، هاي عمر سليم، احنا عملنا الاناليسيز خلص، وافتح الاناليسيز اهوت. فبدوس على اللينك فبيفتح لي المشروع اهوت. بيبدأ تقدر تشوف اهوت في 3D، تقدر تشوف التحليل بتاعه في السنة هيبقى تكلفته قد ايه، وهيوفر قد ايه، الموديل هيستوري. هو طبعا ما دخلناش معلومات كتيرة، بس كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها هتلاقيها: تحليل للحوايط، تحليل للويندو شادو، للويندو جلاس، للاتجاه بتاع المبنى. هو بيديك برضو بعض الاقتراحات اللي ممكن تحسن الاداء، الروف كونستراكشن، اللايت، التأثيرات بتاعتها بقى عاملة ازاي. فهو ان شاء الله هنبدأ نتكلم عنه بالتفصيل بإذن الله في الدروس اللي جاية على قناة بيم اريبيا. تقول مثلا عايز تشوف الكولينج لود قد ايه، الهيتنج لود، فهو يبدأ يعمل لك التحليل بتاعها بشكل